بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مستمرين وياكم في محاضرات أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية ضمن المنهج المقرر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية. طلاب، تحدثنا احنا في المحاضرة السابقة والمحاضرة التي قبلها عن أطوار دورة حياة الحاسوب، وكذلك بعدها تحدثنا عن أجيال الحاسوب، ما هي الأجيال التي مر بها الحاسوب، ووصلنا إلى محصلة يعني أخيرة من الأجيال اللي هو كان متمثل، لو نرجع طلاب كان متمثل بعصر الذكاء الاصطناعي، هذا اللي يمثل هو الجيل الخامس اللي بلش من سنة 89 اللي هو عصر الـ Artificial Intelligence المتمثل بالذكاء الاصطناعي. فإحنا تحدثنا بالمحاضرة السابقة، قلنا الـ Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي أكو دائرة أقل منه اللي هي أو أكثر يعني معرفة منه متمثلة هي بالماشين ليرنينج يعني علم الآلة، وبعدها يجي الديب ليرنينج اللي هو نقدر نقول عليه العلم العميق، أو وبعدها أكو علوم أخرى اللي هي متمثلة بالفيك ليرنينج وغيرها من إيش وغيرها من المفاهيم اللي تخص الذكاء الاصطناعي. صراحة الذكاء الاصطناعي هو جزء من الجيل يعني لا يتجزأ، هو من الجيل الجديد للإنترنت اللي متمثل بالإنترنت أوف ثينج يعني، وكذلك يعني تعرفون أنه هو داخل ضمن استراتيجية الآيوت، لأن هو داخل باستراتيجية الآيوئي بكيفية أنه تتحول الأشياء المحيطة بنا إلى أشياء ذكية. أشياء ذكية يعني تمتلك إمكانية وصولها إلى الإنترنت وكذلك التفاعل مع هذه الشبكة العملاقة. وصلنا إلى البيانات والمعلومات، وتحدثنا بأن البيانات قلنا هي قبل المعالجة، قبل المعالجة تسمى بيانات وبعد المعالجة تسمى معلومات، والمعرفة هي أعلى مرتبة من مرحلة هي متمثلة نقدر نسميها بالوزدم اللي هي الحكمة. هذه هي أعلى المراحل، وتحدثنا احنا كذلك عن العصر. حاليا احنا تجاوزنا عصر المعلومة، الوصول إلى المعلومة، تجاوزنا عصر المكتبات، عصر المكتبات تجاوزنا وانتقلنا إلى عصر المعرفة، يعني المعلومة متوفرة عندنا سواء على الشبكة العنكبوتية أو بالمكاتب، أو يعني أصبح اقتناء الكتب يعني شيء بسيط وسهل، وممكن أن يوصل الكتاب بعدة طرق. لكن حاليا العصر اللي إحنا به هو يختلف عن عصر آبائنا وحتى عن عصر أجدادنا، يعني مو فد شيء بعيد. نتيجة شنو؟ نتيجة الثورة العلمية الهائلة اللي يشهدها العالم خصوصا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مثل ما تلاحظون إحنا لو نرجع شوية بالزمن إلى 2010، يعني إذا تذكرون بال 2010 كانت الأمور مو مثل ما تتصورونها حاليا، يعني كان كذلك حتى من جهة استخدام السوشيال ميديا أو شبكات التواصل الاجتماعي. تلاحظون أنه كانت الاستخدام مو مثل هذا الثورة اللي جاي نشوفها، خصوصا اللي حاليا احنا مارين بما يسمى بالديجيتال ترانسفورميشن اللي هو التحول الرقمي لكافة المؤسسات يعني. وأكيد أنه هذه الجائحة اللي هي جائحة كورونا يعني فرضت علينا هذه الاستراتيجية، يعني فرضت علينا أنه على المؤسسات أن تكون يعني أن تضع يعني لبنات حقيقية أو سياسة حقيقية في التحول الرقمي من أجل
يعني من أجل حل المشاكل اللي حاليا احنا مارين بها، حل مشكلة جائحة كورونا، وكذلك أمور أخرى يعني متعلقة بالوقت، وكذلك متعلقة حتى كذلك الإنتاجية وغيرها من الأمور اللي ممكن أن تنفع التعليم العالي. ما أحد الطلبة يقول لي ماكو صوت، يا ريت إنه يعني إذا أكو أحد، بس خلي طلاب، أوكي أكو أحد الطلبة فاتح الكاميرا، طلاب يا ريت إنه تغلقون الكاميرا، وإذا أكو صوت يعني إذا أكو مشكلة بالصوت طلاب اكتبوا أكو صوت. أوكي، فهذا هو كمقدمة طلاب. إذا إحنا عصر بعصر يختلف عن العصور السابقة، يعني مو عصور إحنا نقدر نسميها يعني بعيدة، يعني يختلف عن عصر آبائنا، أو ممكن يختلف عن السنوات الخمسة أو العشرة اللي مضت. إحنا حاليا عصر يسمى عصر المعرفة، كيفية استخراج المعرفة، كيفية إنه يعني خلينا نقول استخدامها أو استخراج أشياء ممكن أن تخدم سواء في كافة المجالات، سواء كانت مجال التعليم أو مجال الصحة أو مجال الصناعة أو مجال الزراعة وغيرها من المجالات. إذن البيانات والمعلومات، قبل الدخول في الموضوع هنا نعرض تعريف لبعض المصطلحات ذات العلاقة بالموضوع. قبل أن ندخل هنا يعني يذكر بالمقررات، قبل الدخول يعني يتطرق على مجموعة من المفاهيم. مجموعة من إيش؟ مجموعة من المفاهيم اللي هي ذات علاقة. تلاحظون هنا يا قبل الدخول مجموعة بالمصطلحات ذات العلاقة، البيانات، الداتا اللي هي البيانات، هي مجموعة الحروف أو الرموز أو الأرقام. إذن إما تكون حروف أو رموز أو أرقام التي تقام عليها المعالجة بالحاسوب. طلاب، أحد الطلبة يسأل، أوكي ماكو مشكلة تدخل مباشر بدون كود، إما عندك رابط مباشر أو تدخل من خلال السيشن نمبر والباسورد، يعني ماكو مشكلة، أهم شيء أنت تسمع وحاليا توي أنا يعني. واضح؟ إذن البيانات أو الداتا هي مجموعة من الحروف، إذن هي مجموعة الحروف أو الرموز أو الأرقام التي تقام عليها المعالجة بالحاسوب. يعني المعالجة اللي موجودة عندنا بالحاسوب إما تقام على حروف كنصوص أو رموز أو أرقام أو أرقام. واضح؟ هذه كلها تسمى بالبيانات، إذ تدخل عن طريق أجهزة الإدخال وتخزن على وسائط التخزين المختلفة، ويتم إخراج النتائج عن طريق الإخراج المتنوعة، أجهزة الإخراج المتنوعة. إذن هي عبارة عن حروف أو رموز أو أرقام اللي تم عليها المعالجة بالحاسوب، تدخل إلى الحاسوب البيانات الداتا إلى الحاسوب من خلال أكيد أجهزة ومنافذ تسمى بأجهزة الإدخال. مثل شنو؟ مثل الماوس، مثل الكيبورد. الكيبورد لما نكتب، إحنا نكتب مثلا نصوص، إحنا جاي ندخل نصوص وين؟ ندخل نصوص على الحاسوب. إذن هذه أجهزة إدخال، أجهزة إدخال. واضح؟ يتم معالجة هذه الحروف مثلا، وتخزينها على الوسائط المختلفة، إما أن تخزن على الرام بصورة مؤقتة، أو تخزن على الهارد ديسك يعني أو الذاكرة الدائمية اللي موجودة، وممكن أن تخرج يعني أو تظهر هذه البيانات بعد المعالجة من خلال أجهزة. أكيد لازم أكو أجهزة تعرض هذه البيانات أو المعلومات، يعني بعد أن تم معالجتها البيانات على شكل معلومات تسمى بأجهزة الإخراج. إذن إحنا عندنا أجهزة إدخال وأجهزة معالجة وأجهزة إخراج، يعني هذا كملخص للعملية. واضح؟ أجهزة الإخراج مثل الشاشة، مثل ما تشوفون أمامكم، هي جاي من خلالها يتم شنو؟ يتم إخراج المعلومات. المعلومات يتم إظهارها إلى المستخدم بحيث أن المستخدم ممكن أن يستفاد منها، إذا كانت نصوص مثلا أو كان فيديو أو كان مثلا صوت يعني أوديو. هسه أنتوا حاليا السماعات، الصوت اللي جاي تسمعوه من خلال السماعات، هذه أجهزة إخراج، لأن يخرج من خلالها الصوت. أنا بالنسبة لي جاي أتحدث من خلال المايك، هذه من أجهزة الإدخال، لأن الصوت مالي
يدخل من خلال الحاسوب ويخرج على أجهزتكم من خلال السماعات اللي موجودة للسبيكرز. إذن المايك يعتبر من أجهزة الإدخال، والسبيكرز اللي موجودة على الأجهزة مالتكم على السمارت فون أو اللابتوب أو البيرسونال كمبيوتر، هذه تعتبر شنو أجهزة الإخراج. وتتم المعالجة من خلال شنو؟ من خلال وحدات المعالجة وكذلك التخزين اللي موجودة ضمن هذه الأجهزة. المعالجة البروسيسنج، احنا قلنا اكو شيء اسمه داتا تدخل وتحدث عليها المعالجة، وبعدها ان تخرج هذه البيانات، بعدها تخرج هذه البيانات، واضح؟ المعالجة طلاب، يعني موجود انا منطيكم طلاب حرية التعامل مع الشاشة، فياريت انه ما اريد احد يعني يحرك الشاشة، واضح؟ المعالجة طلاب البروسيسنج هي عملية تحويل البيانات من شكل إلى آخر. إذن المعالجة هي عملية شنو؟ تحويل البيانات من شكل إلى آخر، من شكل إلى آخر، واضح؟ هذه كمعالجة. إحنا شو نقول عليها دائما؟ نقول كمعالجة، هي كمعالجة للبيانات، كمعالجة إما تكون أوديو، إما تكون تكست، إما تكون شنو؟ إما تكون المعالجة تشمل الشسمة يعني التكست أو أي من البيانات اللي يتم إدخالها على الحاسوب. إذن هي حتى تتحول من شكل إلى آخر، من اللي يقوم بها؟ تقوم بها أجهزة المعالجة اللي موجودة في الحاسوب. عندنا إخراج البيانات، إخراج البيانات طلاب اللي موجودين جاي يتعاملون مع الشاشة، واضح؟ يا ريت انه يعني ما تتعاملون مع ال واضح. عندنا اذن هنا، هذه هنا عندنا اجهزة الاخراج، واضح طلاب؟ اذن الاجهزة او اخراج البيانات يعني data output هي عملية اظهار البيانات التي تمت معالجتها بشكل ورقي أو سمعي أو بصري، بحيث يتمكن مستخدم الحاسوب من فهمها. إذن هي عملية، إذن أجهزة الـ أو إخراج البيانات كمصطلح، شنو إخراج البيانات؟ هي عملية إظهار البيانات التي تمت معالجتها بشكل إما ورقي، إما بشكل ورقي أو سمعي أو بصري، بحيث يتمكن مستخدم الحاسوب من فهمها. أهم شيء إنه شنو؟ أهم شيء المستخدم الحاسوب يستطيع فهم شنو؟ يستطيع فهم خلي نقول هذه البيانات بعد أن تم معالجتها. لما نتم عمليات الفهم نقول عليها شنو؟ نقول عليها أنه هي أصبحت معلومات، اللي هو إخراج البيانات. زين، أنواع البيانات، أنواع البيانات طلاب، أنا أعرف من اللي جاي يحرك بالشاشة. إذا أنا هسا جاي أسجل صراحة راح أعرف. أوكي، إذن أنواع البيانات يعني يتعامل الحاسوب مع البيانات الرقمية فقط. إذن إخراج البيانات قلنا هي عملية إظهار البيانات التي تمت معالجتها بشكل إما ورقي، إما ورقي إما ورقي أو بصري، بحيث يتمكن مستخدم الحاسوب من فهمها. زين، أنواع البيانات، أنواع البيانات يتعامل الحاسوب مع البيانات الرقمية، لهذا إحنا شو نسمي؟ تحول رقمي. الحواسيب وحتى الهواتف اللي الذكية اللي تتعاملون وياها طلاب هي تتعامل مع البيانات الرقمية فقط. تتعامل مع شنو؟ مع البيانات الرقمية، ويمكن تحويل كافة البيانات بشكلها الفعلي إلى بيانات رقمية في 4 صور. إذن الحاسوب كأنواع البيانات اللي تدخل إلى الحاسوب، أنواع البيانات اللي تدخل إلى الحاسوب، إحنا قلنا عندنا بيانات وعندنا معالجة وعندنا أنواع البيانات، شنو أو إخراج البيانات يعني data output عملية إظهار البيانات،
التي تم معالجتها بشكل ورقي أو سمعي أو بصري، واضح؟ أما أنواع البيانات، يتعامل الحاسوب مع البيانات الرقمية فقط، فقط الحاسوب يتعامل مع البيانات الرقمية، ويمكن تحويل كافة هذه البيانات الرقمية، يمكن تحويل كافة هذه البيانات الرقمية بشكلها الفعلي إلى بيانات رقمية في أربعة صور، وهي النصوص، التكست، يعني هذه البيانات اللي تم إدخالها إلى الحاسوب تكون على أربعة صور، على أربعة صور، إما تكون نصوص، إما تكون نصوص مثل ما تشوفون أمامكم، يعني نصوص، وهي شنو؟ وهي معلومات، واضح؟ على شكل نص مقروء، يعني كلمات وأرقام، كلمات وأرقام مثل الكلام الذي تقرأه الآن. يعني إما تكون، إذن البيانات إما تكون على شكل صور، العفو، على شكل نصوص، واضح؟ إما تكون على شكل نصوص مثل ما موجود أمامكم طلاب، تسمى بالتكست، وهي معلومات، وهي معلومات على شكل نص مقروء، كلمات وأرقام مثل الكلام الذي تقرأه الآن، مثل الكلام الذي شنو تقرأه الآن، أو تكون صور ورسومات، إيمج، صور ورسومات تسمى بالإيمج، والفيديو يعني رسوم وصور متحركة، والصوت يعني الساوند، واضح؟ إذن الحاسوب يتعامل مع أربع أنواع من البيانات، الحاسوب يتعامل مع أربع أنواع من البيانات، هذه ضرورية. أنواع البيانات، أنواع البيانات التي يتعامل معها الحاسوب، هاي أنواع البيانات التي يتعامل معها الحاسوب. الحاسوب يتعامل مع إيش؟ مع أربعة أنواع من البيانات. أولاً النصوص، النصوص. ثانياً الصور والرسومات. ثانياً الصور والرسومات. ثالثا الفيديو. رابعا الصوت، واضح؟ رابعا الصوت. إذن الحاسوب يتعامل مع شنو؟ الحاسوب يتعامل مع هذه الأربع صور من البيانات، نصوص، صور ورسومات، والفيديو والصوت. ولو تلاحظون احنا التعامل حتى بالسمارت فون، التعامل بالحواسيب، السمارت فون بالهواتف الذكية، تلاحظون اما نكتب نصوص، اما نكتب نصوص من خلال السوشيال ميديا او من خلال محررات النصوص اللي موجودة على السمارت فون او حتى اللي موجودة كذلك على الحواسيب، او صور ورسومات نتعامل مع صور ورسومات، أو نتعامل مع فيديو، أو نتعامل مع صوت. إذن هذه هي أربع أنواع من البيانات التي يتعامل معها الحاسوب، واضح؟ بصورة عامة البيانات عرفناها هي تكون على شكل شنو قلنا؟ حروف ورموز وأرقام يتم معالجتها في الحاسوب وإدخالها من خلال أجهزة الإدخال من أجل معالجتها وتخزينها على وسائط مختلفة، ثم إخراجها من خلال شنو؟ من خلال وسائط الإخراج، ثم إخراجها من خلال وسائط الإخراج. بعدها قلنا تحدثنا عن المعالجة، هي عملية تحويل البيانات، قلنا من شكل إلى آخر، وبعدها تحدثنا عن إخراج البيانات، قلنا يتم إظهار البيانات بشكل مفهوم، يعني حتى تسمى يعني بيانات مخرجة أو معلومات لازم تكون مفهومة، لازم تكون مفهومة. إذا ما كانت مفهومة إما بشكل ورقي أو سمعي أو صوتي أو على شكل حتى فيديوي أو فيديوهات، تكون هي تعتبر غير شنوة، غير مندرجة تحت المعلومات،
ليش؟ لأن هي ما استطاعت أن إيش أن تصل إلى إيش أن يفهمها الإنسان أو المستخدم. واضح؟ بعدها تحدثنا عن أنواع البيانات اللي يتعامل معها الحاسوب، قلنا الصور والرسومات والفيديو أو الصوت. هذه هي أنواع شنو؟ هذه هي أنواع البيانات التي يتعامل معها الحاسوب. نجي على التخزين، نجي على شنو؟ نجي على شيء اسمه التخزين، مثل ما تشوفون أمامكم التخزين الستورج. واضح؟ هي عملية الاحتفاظ بالبيانات لاسترجاعها لاحقا، وتسمى ذاكرة ميموري في علم الحاسوب. إذن الستورج التخزين مثل من اسمه عملية شنو؟ الاحتفاظ بالبيانات، نحتفظها لأجل إيش؟ أن نسترجعها لاحقا. وهذه تسمى، يعني هذه الأجهزة أو الوحدات تسمى بالميموري في عالم الحاسوب. في عالم الحاسوب هنا يتحدث لي عن خلط بين مفهومين، أكو خلط بين مفهومي البيانات والمعلومات، بين مفهومي شنو؟ البيانات والمعلومات. مثل ما تشوفون هنا هناك خلط بين مفهومي البيانات وإيش والمعلومات. إذا تلاحظون طلاب هنا، إذا تلاحظون هذا هنا الخلط بين مفهومي البيانات والمعلومات. واضح؟ البيانات هي مجموعة من الحقائق والمشاهدات عن شيء ما لم يتم معالجته، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الملاحظة أو عن طريق البحث والتسجيل. إذن هنا خلط، يعني حتى نميز بين هذا الخلط بين مفهومي البيانات والمعلومات، هنا يجي يعرف البيانات. البيانات يعرفها هي مجموعة من الحقائق، مجموعة من الحقائق والمشاهدات عن شيء ما لم يتم معالجته، عن شيء ما لم يتم معالجته. أين عن طلاب؟ إذن حتى يعني يتم توضيح أكثر بين مفهومي البيانات والمعلومات، إذن يعرف لهنا البيانات هي مجموعة من الحقائق والمشاهدات عن شيء ما لم يتم معالجته، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الملاحظة أو عن طريق البحث والتسجيل. ومن الممكن أن تكون البيانات عبارة عن حروف أو رموز أو أرقام أو صور أو أصوات أو غير ذلك، والمتعلقة بموضوع معين. إذن هذا كتعريف يوضح لي شنو البيانات. أما المعلومات هي ناتج معالجة البيانات، وتكون أيضا مجموعة من الحقائق، ولكن في صورة أوضح يمكن الاستفادة منها من قبل الإنسان لغرض التخطيط لإنجاز موضوع ما. احنا ضربنا مثال، يعني ضربنا مثال عن الفرق بين البيانات والمعلومات. قلنا والورقة الامتحانية، ورقة الطالب الامتحانية قبل التصحيح تعتبر هي بيانات، بعد أن يتم تصحيحها يعني معالجتها تعتبر عملية بروسيسنج لها، أصبحت شنو بعد التصحيح؟ أصبحت هذه الورقة تمتلك إيش؟ تمتلك درجة، يعني بعد التصحيح تم وضع درجة للطالب على الورقة. فهذه الدرجة شنو؟ هذه الدرجة هي تسمى بالمعلومة. لأن إيش؟ لأن حولتني من صورة ورقة، يعني ورقة امتحانية بها أسئلة ما أعرف مدى صحة هذه الأسئلة إلا بعد أن تتم معالجتها ومطابقتها مع الجواب. واضح؟ بعدها أنه نستخرج الدرجة، هذه الدرجة تقودنا إلى معلومة أنه من خلالها نحدد إذا كان هذا الطالب يستحق النجاح أو ما يستحق النجاح. هنا ينطيني أمثلة، مثال يوضح الفرق بين البيانات والمعلومات من خلال أنظمة مستخدمة بحياتنا اليومية. المثال اللي موجود أمامنا إذا تشوفوه هو نظام نتائج امتحانات الطلبة في الجامعة. مثل ما تشوفون نفس كذلك المثال اللي تحدثنا عنه قبل شوية، تتمثل البيانات باسم الطالب ورقمه الجامعي وتخصصه والمرحلة الدراسية ومجموعة الدرجات التي
يحصل عليها للمواد الدراسية، وجميع ما ذكر هي حقائق مجردة. فمثلا يجب الربط بين درجته في مادة معينة مع درجته في المادة الأخرى، يتم إدخال تلك البيانات إلى جهاز الحاسوب، وحسب برنامج مصمم باللجنة الامتحانية بعدها يعمل الحاسوب على إخراج مجموعة من الحقائق متمثلة بالمعلومات كدرجات، كأن يكون الطالب ناجحا أو راسبا، أو تسلسل نجاحه من بين الطلاب المرحلة، أو نسبة النجاح في المرحلة، وغير ذلك من المعلومات المفيدة لإدارة الكلية أو الجامعة. إذن البيانات أو الأوراق الامتحانية أو الدفاتر الامتحانية قبل التصحيح تسمى بالبيانات، وبعد التصحيح وبعد أن تم وضع درجات عليها تسمى بإيش؟ تسمى بالمعلومات. كذلك نظام التعداد السكاني هو يعتبر من أنظمة يعني اللي توضح الفرق بين البيانات والمعلومات. صراحة هنا ننتقل إلى، وفي عصرنا الحالي عصر تكنولوجيا المعلومات، توسع مفهوم أنظمة الحاسوب. مفهوم أنظمة الحاسوب توسع عندنا وأصبحت تشمل كل التقنيات المتطورة التي تستخدم في تحويل البيانات بمختلف أشكالها. إذن مفهوم أنظمة الحاسوب وكذلك مفهوم البيانات والمعلومات في عصر تكنولوجيا المعلومات، في عصر المعرفة، العصر الحالي توسع أكثر وأصبحت تشمل كل التقنيات المتطورة التي تستخدم في تحويل البيانات بمختلف أشكالها حاليا. إلى إيش تتحول؟ إلى معلومات بمختلف أنواعها. إحنا تحدثنا عن أنواع البيانات، قلنا إما أن تكون صور يحولها، إما تكون نصوص أو صور ورسوم أو فيديو أو صوت. هذه هي أنواع البيانات، والتي تعتمد يعني تعتمد شكلها على نوع البيانات المدخلة. إذا أدخلت صورة أكيد أنه يكون المخرج صورة، وإذا تم إدخال نص أكيد يكون المخرج نص. واضح؟ والمربوطة مع بعضها البعض بتقنيات نظم الاتصالات المتنوعة، المقصود نظم الاتصالات إما تكون سلكية أو لا سلكية، الذي أضاف أبعاد جديدة وقوية لاستخدامات الحاسوب عن طريق شبكات الحاسوب والإنترنت، اللي هي Computer Networks and Internet، مما جعل منظومة معالجة البيانات متاحة لكل المستفيدين منها في كل مكان وزمان. كذلك تحدثنا احنا طلاب عن كمية البيانات اللي ممكن أن يتم إنتاجها من نتيجة ارتباط العدد الهائل من الأجهزة، نتيجة قلنا استراتيجية المعتمدة في إنترنت الأشياء. قلنا المقرر أنه كان سنة 2010 أن يكون عدد الأجهزة المرتبطة بالإنترنت، ذكرنا 12.5 بليون ديفايس أو مليار جهاز يكون متصل بالإنترنت. أما المقرر سنة 2020 بأن تكون عدد الأجهزة المرتبطة بالإنترنت هي 50 مليار جهاز. تخيلوا إحنا سنة 97 أو سنة 2007 يعني أو 97، هذه الفترة كانت إيش؟ كانت عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت يعني ما يقارب 7%، ما يقارب 7%. وتلاحظون أنه كمية البيانات وكذلك كمية اللود اللي ممكن أن يطرأ على الشبكة العنكبوتية. في العراق أثناء جائحة كورونا وصل عدد المستخدمين للشبكة العنكبوتية تجاوز 25 مليون مستخدم، تجاوز 25 مليون مستخدم. مقارنة بالإنفراستراكتشر البنى التحتية اللي موجودة، هذا إيش؟ هذا ممكن أن إيش؟ أن يأثر على الخدمة وكذلك على إحنا نسميها الكواليتي أوف سيرفيس اللي هي خدمة الإنترنت. تخيلوا هذه الكم الهائل من البيانات، الكم الهائل من البيانات راح يحتاج إلى علوم أخرى وكذلك مصطلحات أخرى، ممكن أنه من خلالها هذه المصطلحات والعلوم ممكن أن نستفاد من إيش؟ نستفاد من الكم الهائل من هذه البيانات.
واضح؟ لهذا ظهر عندي علم ما يسمى بالديتا ساينس، علم البيانات، وكذلك ظهر عندي ما يسمى بالديتا مايننج، يعني تنقيب البيانات، كيفية أن نستخرج إحنا معرفة من هذا الكم الهائل من البيانات. إذن كصور إحنا تحدثنا عنها كأنواع بيانات وكيفية أن تتحول إلى صورة أخرى، وضربنا مثال أنظمة الأنظمة النظام الدراسي أو نظام الطالب المدرسي وكذلك التعداد السكاني. هذه أمثلة بسيطة يعني تصلح إلى العصر ما قبل عصر المعرفة وعصر ما قبل إنترنت الأشياء وإنترنت لكل شيء. أما الآن فأصبح كمية البيانات أو كمية البيانات الناتجة من اتصال الأعداد الكبيرة من الأجهزة بالإنترنت هي كميات كبيرة جدا، واضح؟ كميات كبيرة جدا. لهذا ظهر عندنا مصطلح يسمى بالبيج داتا، البيج داتا، واضح؟ إذن هذه تقريبا كمختصر احنا قلنا عن البيانات والمعلومات من جهة التعريف وكذلك من جهة المعالجة ومن جهة أجهزة البيان أو إخراج البيانات وأنواع البيانات. والأمثلة من أجل يعني توضيح مفهومي البيانات والمعلومات. مميزات الحاسوب، إحنا ليش نتعلم الحاسوب طلاب؟ أكيد أنه هذا الحاسوب أو هذه الأجهزة الذكية اللي تحملوها أنتم أكيد أنه هي تمتلك مميزات خلتنا شنو؟ خلتنا أنه نضطر أن نتعامل معها. شنو هذه المميزات؟ سرعة إنجاز العمليات وسرعة إدخال البيانات واسترجاع البيانات. إذن هذه شنو؟ لأن إيش؟ لأن سرعة قلنا إنجاز العمليات وسرعة دخول البيانات واسترجاع البيانات. تلاحظون أنه البيانات كيف يتم إدخالها بالحاسوب وتخزن أو حتى في الموبايل اللي على السمارت فون. أنا دائما أضرب لكم أمثلة بالسمارت فون من أجل أن تتوضح الصورة أكثر، لأن حاليا الأجهزة الذكية هي ما تقل عن الحواسيب، كذلك بها أجهزة إخراج متمثلة بالشاشة وأجهزة إدخال متمثلة بالتاتش اللي هو الكيبورد تاتش اللي موجود الكيباد يسمى، وكذلك أنه تمتلك آيكونز، كذلك إيقونات وبرامج، وكذلك بها أجهزة إخراج وإدخال مثل بها الميكروفون وكذلك بها سماعة. يعني إذن هي نظام مماثل للحاسوب، لذلك إحنا نضرب إيش؟ نضرب الأمثلة بالسمارت فون. سرعة إنجاز العمليات، يعني اللي ممكن أن تستخدموه أنت الحاسوب لما تجرون أي عملية ممكن تستخدموها الحاسوب، كذلك تخزنون بي بياناتكم، وكذلك لما تحتاجونها ممكن أن تسترجعوها. كذلك دقة النتائج والتي تتوقف أيضا على دقة المعلومات المدخلة. أكيد أنه دقة يعطيك الحاسوب دقة نتائج، وهذه طبعا أكيد الدقة تعتمد على البيانات المدخلة، لكن يعطي دقة عالية جدا مقارنة طبعا بالاستخدام، احنا نقول عليه مقارنة بالاستخدام أو التفكير البشري. وكذلك القدرة على تخزين المعلومات، يعني هذه الحواسيب الإمكانية عالية على تخزين البيانات، واضح؟ يعني الإنسان ممكن يعني يخزن، إما يستخدم الملفات الورقية وكذلك ممكن أن يستخدم الوسائط، لكن ما يكون بمستوى الحاسوب وسرعة استرجاع البيانات لو تم خزنها على الهارد. وكذلك السمارت فون، الهواتف، يعني أي أنت إذا عندك خازن صورة أو فيديو أو نص ممكن أن تسترجع، إما تسوي سيرش بحث أو ممكن أنه أنت مقسم الموبايل أو مقسم حاسوبك إلى فولدرز وممكن أنه إيش تتنقل بين هذه الملفات أو المجلدات إلى أن تصل إلى المعلومة التي تريدها. تقليص دور العنصر البشري في المصانع التي تعمل آليا، كذلك قلص دور العنصر البشري في المصانع التي تعمل آليا. إمكانية عمل الحاسوب بشكل متواصل دون تعب، الحاسوب ممكن أن يعمل بشكل متواصل دون تعب. كذلك إمكانية اتخاذ القرارات وذلك بالبحث عن كافة الحلول لمسألة معينة وأن يقدم أفضلها وفقا للشروط الموضوعة والمتطلبات الخاصة
بالمسألة المطروحة. إذن نلخصها: سرعة إنجاز العمليات واسترجاعها، أو نقدر نقول سرعة إنجاز العمليات ودخول البيانات واسترجاع المعلومات. واضح؟ لاحظون هنا إنجاز العمليات كمعالجة، دخول البيانات، لكن الاسترجاع هي أصبحت معلومات. دقة النتائج، تخزين المعلومات، تقليص العنصر البشري، العمل بشكل متواصل دون تعب، اتخاذ قرارات أكثر دقة وتكون صائبة. واضح؟ مجالات استخدام الحاسوب، هذه هي مميزات الحاسوب. احنا ليش استخدمنا الحاسوب؟ واضح؟ باعتبار احنا جاي نتحدث ضمن مادة تسمى أساسيات الحاسوب وتطبيقات ايش؟ التطبيقات المكتبية. مجالات استخدام الحاسوب، تعرفون انه الحاسوب توسعت استخدام، يعني استخدامات الحاسوب في مجالات ايش؟ يعني مجالات مختلفة، وتكاد أن تكون يعني هذه الأجهزة اللي هي أجهزة الحاسوب من الأجهزة الضرورية للحياة البشرية في عصرنا الحالي. يعني أصبح الإنسان لا يستطيع الاستغناء عن جهاز الحاسوب، فهو موجود في شنو؟ فهي موجودة في مكتبه وهاتفه المحمول وسيارته وأجهزته وإيش المنزلية. إذن هذه الحواسيب هنا جاي يتحدث عن إيش؟ يتحدث عن الحاسوب بصورة يعني عام. واضح؟ إذن يمكن إيجاز جزء من تلك الاستخدامات، يعني الحاسوب شنو الاستخدامات، كذلك هنا ممكن أن يعني نوجز هذه الاستخدامات، المجالات التجارية والاقتصادية والإدارية، يعني حساب الميزانيات والأرباح المدفوعة والمقبوضات والرواتب. تخيلوا يعني كيف أنه يتم احتساب رواتب دولة كاملة، يعني لو كان استخدام يعني الاستخدام البشري كم راح يعني يحتاج المؤسسة، كم تحتاج من الأشخاص العاملين حتى ممكن أن يستخدمون معادلات رياضية في احتساب رواتب الموظفين. واضح؟ يعني مثلا جامعة تكريت عدد الموظفين والتدريسين اللي موجودين في جامعة تكريت يعني يصل إلى 6000 أو 5500 بين موظف وتدريسي، أو أكثر من 6500 موظف وتدريسي في جامعة تكريت. تخيلوا الوقت والجهد اللي ممكن أن إيش أن تحتاج جامعة تكريت في حالة أرادت شنو حساب رواتب موظفيها أو تدريسيها بدون استخدام الحاسوب. إذن المجالات التجارية والاقتصادية والإدارية، المجالات العلمية والهندسية والأبحاث والتجارب، مثل ما تلاحظون يعني كيف إنه يتم رصد يعني إذا العلوم الخاصة بالفضاء وكذلك الهندسة كيفية أنه يتم التصاميم أو النماذج كلها باستخدام الحاسوب، وكذلك المجال البحث العلمي يعني الريسيرش، كذلك أنه اعتماد يعني كلي على هذه الأجهزة، يعني مثل كالفيزياء، يعني داخل في كل شيء، فيزياء، كيمياء، رياضيات، علم الفلك، دراسة الفضاء الخارجي، تصميم المباني، الجسور، المنشآت، التحكم في العمليات الصناعية، والمجالات التعليمية في الجامعات والمدارس والمعاهد وكذلك التدريس. إذن أصبح شنو؟ أصبح داخل الحاسوب في كل شيء. أما المجالات الطبية والعسكرية كذلك أنه إجراء تحليل مثلا تخطيط القلب والدماغ، هذه الأجهزة المستخدمة هي عبارة عن أجهزة شنو؟ عن أجهزة حاسوب تحتوي على معالجات وكذلك تحتوي على أجهزة إدخال للبيانات وكذلك أجهزة إخراج للبيانات. والأسلحة الاستراتيجية وتوجيه الصواريخ العابرة للقارات وأجهزة الإنذار المبكر، كيف أنه يتم توجيه هذه الأسلحة؟ أكيد يتم توجيهها من خلال إيش؟ من خلال أجهزة الحاسوب. وكذلك كل ما كانت هذه الحواسيب سريعة أو فائقة السرعة، كل ما كانت إيش؟ كل ما كان عمليات احتسابها أو حسابها للهدف يكون أكثر دقة. الكثير كذلك من الاستخدامات الشخصية توجد كالرسم وطباعة التقارير وهواية الألعاب، كذلك هذا يعتبر من يعني الاستخدامات الأخرى بالنسبة للحاسوب.
إذن هذه كملخص عن استخدامات الحاسوب، وهذه الصراحة غير يعني أنتم كطلبة يعني غير ملزمين بما موجود من يعني كاستخدامات، يعني أي واحد منكم يعني ممكن أن أوجه له سؤال عن استخدامات الحاسوب، ممكن أن إيش ممكن أن يسرد لي يعني ما يستحضر من استخدام. أصبح الحاسوب داخل في كل شيء، هذا السمارت فون اللي هي الأجهزة المستوحاة من الحاسوب، هذه هي حاليا أنه لا يمكن الاستغناء عنها في الاستخدام أو في الاستخدام، سواء كان في استخدام في الاستخدامات التجارة أو في استخدامات الطب أو في استخدامات الصناعة أو في استخدامات التعليم. حاليا إحنا خلال جائحة كورونا 70% من الطلبة يستخدمون السمارت فون بعملية شنو؟ حضور المحاضرات، واضح؟ وكذلك القراءة وكذلك الامتحان. تخيلوا أنه الأجهزة القديمة أو الأجيال القديمة من الحواسيب أو من الأجهزة الذكية، الهواتف الذكية، تخيلوا لا ما ممكن أن تمتلك هاي الإمكانيات بعمليات شنو اللي تلاحظوها حاليا في الأجهزة اللي تمتلكوها الآن. وأكيد أنه إحنا أمام يعني أمام ثورة أخرى أو ثورة مستمرة من تكنولوجيا المعلومات، ممكن أن تختصر الزمن هذه الثورة، وكذلك ممكن أن تقدم أجهزة، هذه الأجهزة يعني تكون مقارنة بالأجهزة اللي نمتلكها الآن أجهزة تعتبر متقدمة جدا. نجي على موضوع مهم جدا، مكونات الحاسوب، الكمبيوتر كومبوننتس. شنو هي مكونات الحاسوب؟ أكيد أنه إحنا عموما كل حاسوب أو كل جهاز يتكون من مكونات مادية، يعني مش كيف مكونات مادية، يعني مكونات فيزيائية ملموسة ممكن أن تلمسها باليد، مثل الكيبورد، مثل الماوس، مثل الشاشة، مثل المذربورد، مثل الباور سبلاي، and so on. هذه شنو؟ هذه أجهزة مادية فيزيائية ملموسة ممكن حملها، ممكن لمسها. وهناك أجزاء برمجية، هذه الأجزاء البرمجية لا يمكن لمسها، واضح، ممكن التعامل معها، لكن هذه الأجهزة تكون غير ملموسة، ممكن أن نتعامل وياها لكن تكون غير ملموسة وتكون برمجية، واضح. وكذلك هذه يعني الأجزاء المادية تحتوي على تفرعات، وكذلك البرمجية تحتوي على تفرعات، وإحنا بصدد الشرح هذه شنو؟ هذه التفرعات. الكيان المادي أو الهاردوير اللي هو يسمى بالهاردوير اللي هو الكيان المادي، هي المكونات الصلبة يعني المادية في الحاسوب، مكونات صلبة في الحاسوب، وتتضمن شنو؟ أجهزة الإدخال والإخراج. أجهزة الإدخال والإخراج، قلنا إحنا شنو أجهزة الإدخال؟ واضح، يعني بعيد عن النص، بعيد عن المقرر، كل جهاز يدخل لي معلومات إلى الحاسوب هو يعتبر من أجهزة الإدخال، مثل الكيبورد، لوحة المفاتيح تعتبر من أجهزة الإدخال، لأن أنا جاي أنقر على هذه المفاتيح وأكتب النصوص، أدخل نصوص، والنصوص هي نوع من أنواع البيانات. وكذلك أنه ممكن أنه أستخدم شنو؟ أستخدم الكاميرا، والكاميرا هذه شنو؟ تقوم بإدخال فيديو إلى الحاسوب، إذن هي تعتبر هذه الكاميرا من أجهزة شنو؟ من أجهزة الإدخال. وممكن هذه الشاشة اللي موجودة أمامنا أو الموجودة على أجهزتكم السمارت فون اللي جاي تعرض لكم الصورة، صورة المقرب، وكذلك تعرض لكم الصوت، فهي تستخدم جهازي إخراج. أولاً الشاشة اللي أمامكم من خلالها جاي يشوفون المقرر، المنهج، ومن خلال السبيكرز، السماعات تسمعون إيش؟ تسمعون شرح هذا المقرر. إذن أنتم من خلال يعني جهازي إخراج حالياً تتابعون شنو؟ تتابعون المقرر أو المحاضرة، الشاشة والسبيكرز، السماعات، واضح. وأكو جهاز آخر أنا سويت لميوت كتم، هو المايك، هذا يعتبر إدخال، لما تتحدث أنت وياي جاي إيش ترسل لي صوت، وهذا الصوت يصل إلى إيش؟ يصلني، وأنا ممكن أجاوبك بناء على ما سمعته. إذن هذا يعتبر
ايش بما انه هو ارسل لي صوت، ادخل لي صوت الى الجهاز مالتك او الى الحاسوب، هو يعتبر المايك من ايش؟ من اجهزه الادخال. واي منفذ موجود بالحاسوب انت اسال عن استخدامه، اذا كان هو يدخل بيانات فهو من اجهزه الادخال، واذا كان يخرج بيانات فهو من اجهزه الاخراج. واضح؟ يعني هذه المفاهيم اتصور ما تحتاج يعني عناء وكذلك شرح اكثر. هنا يجي عرفها ببساطه، وهي اجهزه لادخال البيانات بكافه انواعها. شنو انواع البيانات؟ تحدثنا عنها: نصوص، صور، رسومات، وصوت وفيديوهات. هذه هي انواع البيانات. واخراج المعلومات بالشكل التي يفهمها المستخدم. يعني لو خرج عندنا صوت غير مفهوم هذه ما تعتبر ايش؟ ما تعتبر معلومات. يعني لو انا تحدثت وياكم حاليا والصوت كان صوت غير مفهوم، هذه تعتبر غير، هذه مو معلومات، هذه ما تعتبر معلومات. إذن لازم تكون معلومات بشكل مفهوم يفهمها ايش؟ يفهمها المستخدم او المتلقي. اما شو اسمه الامر الاخر اللي عندنا هو متمثل بوحدة المعالجة. وحدة المعالجة تعتبر من المكونات او الكيانات المادية. وحدة المعالجة البروسيسنج يونت والتخزين. وحدة المعالجة والتخزين من اسمها وحدة معالجة، اكيد انه يتم من خلالها هذه البيانات اللي تدخل من خلال اجهزة الادخال لابد ان يتم معالجتها من خلال ايش؟ اكيد من خلال البروسيسنج يونت، من خلال وحدة المعالجة. وبعد ما يتم معالجتها اما ان تظهر الى المتلقي او الى المستخدم، اما يتم اظهارها او تخزينها. إذن هذه وحدة المعالجة المسؤولة عن معالجة البيانات، مسؤولة عن معالجة البيانات مو المعلومات، لأن هي بعد المعالجة. البيانات هي قبل المعالجة والمعلومات بعدين يتم معالجتها. إذن هذه الوحدات تعمل على البيانات، مسؤولة عن معالجة البيانات وإجراء إيش؟ يعني اكو لعل انه اكو حذف او واجراء والاجراءات او التحكم بعمليات الحاسوب وخزن البيانات. اذن هي مسؤوله عن معالجه البيانات والتحكم، اتصور هذا خطا، التحكم ايش؟ التحكم بعمليات الحاسوب وخزن البيانات. هي مسؤوله، هي شنو؟ هي تعتبر العقل بالنسبه لمن؟ بالنسبه للحاسوب. واضح؟ السي بي يو المعالج. هذه بالنسبة شنو؟ هذه بالنسبة للمكونات الصلبة اللي يسموها المادية في الحاسوب، تتضمن أجهزة الإدخال والإخراج ووحدة المعالجة. إذن ضمن نسأل عن إيش؟ نسأل عن المكونات المادية. أنت مباشرة راح تقول لي شنو؟ راح تقول لي تتكون من شنو؟ تتكون من أجهزة الإدخال والإخراج ووحدة المعالجة والتخزين. ووحدة المعالجة والتخزين. الجزء الآخر من مكونات الحاسوب هو الكيان البرمجي أو السوفتوير. إحنا قلنا إما هاردوير أو سوفتوير. هذه مكونات الحاسوب، هاردوير أو سوفتوير. شنو الهاردوير؟ أي شيء قلنا ملموس. والسوفتوير أي تطبيق موجود عندك، حتى السمارت فون مالتك، البادي مال الموبايل هذا هاردوير، الكفر هاردوير، الشاشة هاردوير، الكيبورد هاردوير، المكان إدخال الهيدفون يعتبر هاردوير. أي من المنافذ اللي موجودة والملموسة والسبيكرز واللوحة الإلكترونية اللي موجودة، هذه كلها تعتبر هاردوير ملموسة. أما النظام اللي موجود سواء كان أندرويد أو سواء كان iOS، هذه تعتبر شنو؟ كيان برمجي، software. إذن هي البرامج التي تتحكم بعمل المكونات المادية للحاسوب، أو نقدر نقول عليها للأجهزة الذكية. الحاسوب يعتبر جهاز ذكي. إذن هي البرامج التي تتحكم إيش؟ بعمل المكونات المادية للحاسوب. إذن هذه المكونات المادية من أجهزة إدخال وإخراج،
من وحدة معالجة وتخزين، كيف أنه يتم التحكم بها؟ يتم التحكم بها من خلال شنو؟ من خلال البرامجيات، من خلال البرامج. واضح؟ يعني أنت الكاميرا اللي موجودة أمامك، اللي موجودة على السمارت فون، أو اللي موجودة أمامي على الحاسوب، كيف أنه يتم فتح هذه الكاميرا؟ أكيد أكو تطبيق، واضح؟ تنقر على هذا التطبيق وراح يوعز لهذه الكاميرا اللي ممكن أنت أن تلمسها باليد، ممكن أن يعزلها وممكن أن تفتح هذه الكاميرا ويتم الريكوردينج للفيديو أو حتى الأوديو. واضح؟ إذن إيش هذه التطبيقات؟ هذه التطبيقات والبرامج أو البرامجيات هي مسؤولة عن إدارة الكيان المادي بالنسبة للحاسوب أو الأجهزة الذكية. شنو المثال عن الكيان البرمجي؟ شنو الأمثلة عن الكيان البرمجي؟ عندنا نظم التشغيل. نظم التشغيل بصورة عامة هي أفضل مثال وأوضح مثال عن السوفتوير. أنظمة التشغيل عندنا للسمارت فون تحدثنا عنها، قلنا الأندرويد اللي هي اللي يكون الأوبن سورس ومن إنتاج شركة جوجل سنة 2007 أنتجت السمارت فون. الكيرنل مالته لينكس يعني مفتوح المصدر، يعني أوبن سورس، والمفتوح المصدر قلنا هي الـ human can access to the resource أو للكود to the codes، يعني ممكن للأشخاص أو اليوزرز أن يصلون أو البروغرامرز أو الديفلوبرز ممكن أن يصلون إلى السورس كود، إلى الكود البرمجي لهذه الأنظمة، وممكن أن يسوون ديفلوبمنت عليها لأن هي open source مفتوحة المصدر، تسمح لأي شخص بإيش مطور بأخذ نسخة والتعامل من هذا الكود والتعامل مع الكود. واضح؟ أما هذه من جهة السمارت فون الأندرويد قلنا، أو عندنا نظام يعني للسمارت فون مغلق المصدر من إنتاج شركة أبل اللي هو الآي أو إس، آي سمول أو إس كابيتال. واضح؟ الآي سمول أو إس كابيتال هذا هو نظام التشغيل الخاص بأجهزة أبل. واضح؟ وعندنا نظام آخر هذا يكون كلوز سورس، يعني ما ممكن للأشخاص المطورون ما ممكن الوصول إلى الكود مالته وإجراء تطوير عليه، فقط الشركة المصنعة هي تمتلك صلاحية لايسنس الأكسس للسورس كود مالته وإجراء التعديلات وكذلك إصدار شنو الفيرجنات اللي جاي يشوفوها والتحديثات اللي تطرأ أو تظهر على هواتفكم. كذلك أنظمة التشغيل هذه بالنسبة للسمارت فون، هذه بالنسبة شنو للسمارت فون. أما أنظمة التشغيل بالنسبة للحواسيب، الحواسيب فهي كذلك عندنا أنظمة تشغيل open source يعني مفتوحة المصدر مثل لينكس ويونكس، ويعني لينكس يحتوي على توزيعات مثل أوبنتو، ديبين، فيراديرا، ريد هات and so on. هذه كلها تعتبر open source، يعني اليوزر أو الديفلوبر أو البروغرامرز كان access to the source code، وكذلك أنه ممكن أن يسوون development على هذه الأنظمة. هذه بالنسبة للopen source من أنظمة التشغيل للحاسوب. النظام الآخر اللي هو الclose source أو الأنظمة الأخرى اللي هي تعتبر close source هي نظام التشغيل الخاص بشركة مايكروسوفت اللي إحنا راح يكون مقرر إنه كويندوز 2010 أو ويندوز 7. واضح؟ ويندوز 10 العفو أو ويندوز 7. هذه أنظمة تسمى أنظمة كلوز سورس، يعني الهيومن أو البروغرامرز يعني cannot access to the source code، ممكن أن يصلون إلى source code ويسوون development عليه أو يسوون تطوير، فقط شركة مايكروسوفت تمتلك اللايسنس والصلاحية الوصول إلى الكود من خلال المطورون أو المطورين اللي موجودين في الشركة وإظهار النسخ. واضح؟ الأجهزة أو أنظمة التشغيل الأخرى هي نظام الماك الخاص بشركة ماكنتوش، يعني شعارها بالسمارت فون هو اللي هو أبل تفاحة اللي تشوفوه. هذه كذلك أنظمة تشغيلها تعتبر كلاوز سورس، الهيومن أو البروغرامرز أو الديفلوبرز كانت أكسس تو ذا سورس كود، ممكن أن يصلون إلى السورس كود. واضح؟ يعني أنظمة ماكنتوش، وممكن فقط شركة ماكنتوش المطورون اللي موجودين أو المطورين الموجودين ضمن هذه الشركات
أو ضمن هذه الشركة ممكن أن يطورون على السورس كود الخاص بأنظمة ماكنتوش وإظهار نسخ حديثة أو متطورة. إذن هذه هي أنظمة التشغيل، مثل نظام التشغيل ويندوز وماك اللي هو ماكنتوش ويونكس اللي هو هذا يونكس يعتبر أوبن سورس، ولينكس وأندرويد الخاص بإيش أندرويد اللي هو تقريبا لينكس الكيرنال مالته أخذته شركة جوجل وسوت الأندرويد وسوت شنو الأندرويد. لينكس ويندوز هو للحاسوب، ماك للحاسوب، يونكس للحاسوب، لينكس للحاسوب، والأندرويد هو للسمارت فون. واضح؟ للسمارت فون. عندنا إيش؟ عندنا البرامج التطبيقية، هذه تعتبر كذلك من أنواع الكيان البرمجي، برامج تطبيقية. هنا أخذنا إحنا نوعين، وهنا كذلك AUB هي البرامج التطبيقية مثل الأبليكيشنز سوفتوير، مثل البرامج المكتبية الأوفيس. البرامج المكتبية عندنا الأوفيس يعني مجموعة أوفيس، عندنا الوورد والإكسل والأكسس وال يعني الباوربوينت اند سو اون، يعني مجموعة عائلة أوفيس. واضح؟ هاي برامج مكتبية هي تستخدم مثل الوورد يستخدم لمعالجة النصوص، الإكسل لمعالجة المعادلات الرياضية والأرقام. واضح؟ الباوربوينت من أجل الشو يعني البرزنتيشن. واضح؟ إظهار الرسوم أو البيانات بصورة يعني احترافية، وغيرها شنو، وكذلك غيرها من إيش، وغيرها من التطبيقات. كذلك محررات، محررات الصور، تعرفون أنتم حتى أنتم تمتلكون محررات صور، يعني ممكن أن تغيرون الباك جراوند للصورة، كذلك الإضاءة للصورة، يعني هي تكون كذلك على شكل فلاتر بالسمارت فون، وهنا موجودة كذلك بالحواسيب، وكذلك موجود بعدكم بالهواتف الذكية، كذلك ممكن أن تسوون إدت للصور، وممكن أن تغيرون بإعدادات هذه الصور. إذن هذه تعتبر شنو؟ هذه تعتبر برامجيات، تطبيقات applications، ما تعتبر أنظمة تشغيل، هي جزء من أنظمة التشغيل، جزء من أنظمة التشغيل، إما تكون مدمجة مع نظام التشغيل أثناء التنصيب، أو يتم يعني تنصيبها لاحقا، أو يتم تنصيبها لاحقا. تعرفون أكو عندكم الهواتف مالتكم، الهواتف عندما يتم يعني شراء هاتف جديد تلاحظون أنه يحتوي على تطبيقات أساسية، أنت لما ترجع مثلا تنصب عليه مثلا السوشيال ميديا، تطبيقات السوشيال ميديا فيسبوك واتساب تيليجرام، وكذلك معالجات النصوص مثلا PDF عارض للPDF صيغة الPDF، وكذلك ممكن تنصب نسخة المعقاء يعني معالجة أو يعني معالجة أو إظهار أو فتح الملفات النصية مثل الوورد أو العفو الوورد، كيف أنه يتم يعني فتحها، أكيد أكو تطبيقات لازم تسوي لها انستول، كذلك يعني كثير كثير من مشغلات الأوديو والفيديو، هذه تعتبر تطبيقات. أما نظام التشغيل حتى تفهمون هو الأندرويد أو الآي أو إس، وهذه برامج على شكل آيكون، تطبيقات إما يتم تنصيبها تكون ملحقة، إما تكون ملحقة بعد تنصيب النظام ملحقة، أو تكون مع النظام. واضح؟ هناك ما يعرف بالبرنامج الثابت، إذا سمعانين بالفيرموير. واضح؟ يسموه البرنامج الثابت، هو عبارة، هذا مهم جدا، هذا هو عبارة عن أي برنامج موجود ضمن أجهزة الكيان المادي. أكو برامج ثابتة، هذه برامج ثابتة أنا تحدثت لكم، هي برامج أول ما تشغل أنت الحاسوب مالتك الشاشة السوداء، أو لما تسوي إعادة تشغيل لهواتفكم الذكية يظهر لكم شعارات، شعار الشركة. هذا الشعار هو عبارة عن application، تطبيق ثابت تم وضع على رقاقة، بحيث هذه الرقاقة لا يمكن إيش، لا يمكن حذف ما موجود بها من بيانات إلا من خلال الشركة المصنعة. هذا البرنامج وهذا الشكل مثلا مال شعار الشركة، هذا شنو، هذا يتم إيش، تسمى هذه البرامج أو هذا تسمى بالفيرم شنو وير، هي عبارة عن برنامج موجود ضمن أجهزة الكيان المادي، ويزود في أغلب الأحيان على ذاكرة إما الروم أو الفلاش روم،
أو يكون على هيئة binary image file ويمكن تحميله إلى الأجهزة بواسطة المستخدم. بواسطة شنو؟ بواسطة المستخدم. إذن هذا هو ضروري عبارة هذا الفيرموير برنامج الثابت، هذا كذلك يندرج تحت الكيان البرمجي. إذن مكونات الحاسوب عندي ببساطة يتكون من المكون المادي والمكون البرمجي. شنو المثال عن المكون المادي؟ أجهزة الإدخال والإخراج، وحدة المعالجة والتخزين. شنو المثال عن الكيان البرمجي؟ شنو المثال عنه؟ أنظمة التشغيل وكذلك البرامج التطبيقية الابليكيشن سوفتوير. الابليكيشنز سوفتوير وعدنا شيء اسمه البرنامج الثابت الفيرموير، واضح؟ وصلنا طلاب الى كمبيوتر تايبس، انواع الحواسيب. وصلنا الى شنو؟ الى انواع الحواسيب طلاب. الكمبيوتر تايبس يعني توجد انواع مختلفه من الحواسيب، عندنا انواع مختلفه من الحواسيب. هذه الانواع تقسم او تصنف حسب الغرض من الاستخدام وحسب الحجم والأداء وحسب نوعية البيانات المدخلة وعلى أساس نظام التشغيل. إذن الحواسيب كأنواع تصنف كالآتي: إما حسب الغرض من الاستخدام أو حسب الحجم والأداء، تصنف إما ضعه حسب الغرض من الاستخدام أو حسب الحجم والأداء أو حسب نوعية البيانات المدخلة أو على أساس نظام التشغيل أو على أساس نظام التشغيل. هذه بالنسبة لأنواع الحواسيب الكمبيوتر تايب. إذن تصنيف الحواسيب حسب الغرض من الاستخدام، واضح؟ هنا يا طلاب نتوقف بمحاضرة اليوم إلى موضوع تصنيف الحواسيب حسب الغرض من الاستخدام. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح تكون محاضرة العملي يوم الاثنين مساء كذلك حسب التوقيت اللي يعني الاستبيان اللي عملناه على المجموعة، واضح طلاب؟ وطلاب هذا كل ما يخص محاضرة اليوم. إذا عندكم أي سؤال